بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة الفقه. نستكمل اليوم إن شاء الله ما تكلمنا عنه سابقا في أحكام الوضوء. اتكلمنا قبل كده عن أركان الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء، وقلنا ان الحد الادنى لتصحيح الوضوء ان احنا نغسل 4 اعضاء: الوجه واليدين والرجلين ومسح الراس. اليوم ان شاء الله نتحدث او نبدا الحديث بمكروهات الوضوء. في حاجات اسمها مكروهات الوضوء، يعني ما ينفعش نعملها، يستحب ويفضل ان احنا نسيبها في الوضوء، ما نعملهاش في الوضوء عشان الوضوء بتاعنا يكون صحيح على اتم واكمل واحسن صوره زي ما قلنا قبل كده. من مكروهات الوضوء ترك السنة من سنن الوضوء، يعني بقدر الإمكان وانت بتتوضأ تحاول تحافظ على كل السنن. احنا قلنا الأركان لازم تتعمل، لو في ركن ما اتعملش أو اتعمل غلط يبقى الوضوء غير صحيح. السنن قلنا المفروض ان هي تتعمل من باب التعلق بالجناب النبوي وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعشان ناخد ثواب، بس ترك السنة لا يؤثر في صحة الوضوء. الوضوء صحيح إلا أنه ناقص الثواب، فيكره إن أنا أثر في السنن أو إن أنا أسيب سنة من سنن الوضوء. يبقى ده أول حاجة، أو دي أول حاجة لازم نعرفها، يكره إن أنا أترك سنة من سنن الوضوء أو أثر فيها. بعد كده من مكروهات الوضوء الإسراف في الماء، ودي حاجة مهمة جدا للأسف كلنا بنقع فيها. من مكروهات الوضوء الإسراف في استخدام الماء. المفترض ان انا وانا بتوضأ باخد القدر اللي يكفيني في الوضوء، يعني هيكفيني لتر، 2 لتر، 5 لتر، ما توضاش ب20 لتر، ما افتحش المية او الحنفية على اخرها وانا بتوضأ، ده اسمه إسراف. الإسراف معناه مجاوزة الحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر على سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال له: يا سعد، ما هذا السرف يا سعد؟ شافه بيتوضى كده ولا حاجة وبيسرف في استخدام المية، ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ ده احنا بنتوضى بنعمل عبادة، هو ده احنا هنصلي لربنا. قال: لا تسرف وإن كنت على نهر جاري. لا تسرف وإن كنت على نهر جاري، يعني حتى لو انت بتتوضى من نهر كبير جدا والمية قدامك كتيرة جدا ما تسرفش برضو، خد من النهر أو من مية النهر ما يكفيك دون زيادة. يبقى إذن الإسراف في الوضوء مش متعلق بقلة أو كثرة المياه، يعني المية موجودة عندك قليلة أو حتى كتيرة، أنت كده كده مطالب بعدم الإسراف اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حتى المية عندك كتيرة يكره أنك أنت تسرف في استخدام هذه النعمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من مكروهات الوضوء الإسراف. من مكروهات الوضوء أيضا التقتير. التقتير يعني إيه؟ يعني أنك أنت عكس الإسراف بقى، أنك بتستخدم مية قليلة جدا جدا وبالتالي العضو ممكن ما يتغسلش كويس. إن أنا بدل ما أملأ كف في مية فأقول لأ أنا عايز أحافظ على المية فأخذ نص الكف وبالتالي بغسل وشي فالمية بالعافية يا دوبك بتكفي أو ما بتكفيش الوجه، يبقى ده مكروه. لا، أنت خد ما يكفيك دون إسراف. من مكروهات الوضوء أيضا ضرب الوجه بالماء. بنشوف بعض الناس أحيانا أن هم بيتوضوا في المساجد بيمسك المية كده ويخبطها في وشه جامد، لا ده مكروه، لأن الوجه يعني مشرف ومكرم، فالأولى فضرب الوجه بالصورة دي ده في عدم تكريم للوجه الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. من مكروهات الوضوء أيضا الكلام مع الناس أثناء الوضوء، إن أنا وأنا بتوضى ما أتكلمش مع حد. طب لو أتكلمت وأنا بتوضى وضوئي صحيح، لكن احنا بنتكلم عن حاجة مكروهة المفترض انك انت تسيبها ما تعملهاش. من مكروهات الوضوء ايضا ان واحد يستعين بغيره يوضيه دون عذر. ان انا دلوقتي قادر اتوضى فبخلي واحد يوضيني، انا مكسل اغسل ايديا او اغسل رجلي بخلي واحد يغسلهم لي، ده مكروه. الا لو كان الانسان مريض في الحالة دي مفيش اي مشكلة. يبقى ده باختصار يا جماعة احكام الوضوء اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، الاركان والسنن والمستحبات، واليوم اتكلمنا عن المكروهات. في حاجة عندنا بقى اسمها الذكر، ذكر في الوضوء.
احنا قلنا في ذكر قبل الوضوء ان احنا نقول بسم الله والحمد لله. فسيدنا النبي بيقول لأبي هريرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفاظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. يبقى ده الذكر الوارد قبل الوضوء. طب اثناء الوضوء ينفع اذكر ربنا اثناء الوضوء؟ ينفع، مفيش مشكله، وانت بتغسل وجهك تدعي، بتغسل ايديك تدعي بالدعاء اللي ربنا يفتح به عليك، مفيش مشكله. لكن لم يرد يعني دعاء مخصوص، لكن لو الانسان عايز يدعي وهو بيتوضى مفيش اي مشكله. طيب الدعاء بقى بعد الوضوء، الدعاء بعد الوضوء في دعاء برضو وذكر جميل جدا ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، بيقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. خد بالك كل ما سيدنا النبي يتكلم عن الوضوء يربطه بالحسن والإتمام، إنك تعمله بالطريقة الكاملة اللي تكون على أحسن وأتم صورة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، يعني بعد ما توضيت عملت الأركان والسنن والمستحبات وامتنعت عن المكروهات، عملت كل شيء في الوضوء، بعد ما خلصت الوضوء قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني فضل كبير جدا وثواب عظيم جدا جدا لدعاء بسيط جدا كلنا نحفظه بس للأسف بنكسل نقوله. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أو فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. فكلنا يا جماعة إن شاء الله نبدأ من دلوقتي نحافظ على الذكر اللي هو قبل الوضوء بسم الله والحمد لله، ونحافظ على الذكر بعد الوضوء اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكذلك ورد عن سيدنا النبي برضو من الأدعية الواردة عن سيدنا النبي في الوضوء، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. روى الحديث ده سيدنا أبو موسى رضي الله تعالى عنه، بيقول أنا شفت النبي توضأ وسمعته بيقول الكلام ده، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت يا رسول الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم وهل تركنا من شيء؟ يعني ده كان ده دعاء جامع لفضائل والخير كبير جدا جدا، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. برضو نحافظ على الدعاء ده بعد الوضوء. تعالوا بقى نسمع بشارة كده لطيفة وجميلة وحلوة قوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للي بيتوضى كويس واللي بيحافظ على الوضوء وبيتم وبيحسن الوضوء. سيدنا النبي في الحديث الشريف يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. إنك تتوضأ وتحسن الوضوء وتتم الوضوء زي ما قلنا، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، إنك تتوضأ كويس وتحسن الوضوء وبعد كده تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وتقبل بقلبك وبوجهك على الله سبحانه وتعالى، يعني تكون مركز قوي في الركعتين دول وتخلي أو تفرغ ذهنك وقلبك من أي حاجة تشغلك عن ربنا. قال إلا وجبت له الجنة، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثواب كبير جدا جدا يا جماعة أنك تتوضأ بس كويس وتصلي ركعتين كويس. الركعتين دول على فكرة لا يشترط فيهم الإطالة، يعني ممكن تصليهم في 5 دقائق في 10 دقائق، بس الشرط أنك أنت تركز كويس قوي قوي وتفرغ ذهنك من أي مشاكل من أي حاجة تشغلك عن ربنا. صليت ركعتين وجبت لك الجنة. يبقى ده برضو باختصار الذكر الوارد في الوضوء، ياريت نحافظ عليه. الوضوء يا جماعة في حاجة عندنا اسمها أقسام الوضوء. يعني الوضوء ممكن يكون واجب
لازم تتوضى يعني، وممكن يكون مستحب. فمثلا الوضوء واجب انت امتى؟ عند اراده الصلاه. يعني متى يكون الوضوء واجبا عليك؟ لازم تتوضى امتى؟ لما تصلي. انت عايز تصلي يبقى لازم تتوضى، يبقى الوضوء صار في هذه الحاله واجب، يعني ما ينفعش تدخل الصلاه من غير طهاره، من غير وضوء. كذلك لما الانسان يطوف حول البيت يتوضى. كذلك قالوا مس المصحف وحمل المصحف، الانسان يكون متوضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهناك بقى حالات يستحب فيها الوضوء زي ذكر الله سبحانه وتعالى، أنا عايز أذكر ربنا لازم أكون متوضي؟ لا، مش لازم أكون متوضي. وكذلك قبل النوم يستحب الوضوء، وكذلك بعد فعل الذنب والمعصية، لو الإنسان فعل ذنب أو فعل معصية معينة يتوضأ ويصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. الله، يعني فضل كبير جدا وثواب عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، ربنا غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ورحمة الله قريبة من عباده، وأسباب النجاة من الله كثيرة. لكن للأسف إحنا بنكسل، وإحنا اللي مش بنحاول نتعب نفسنا. إنسان فعل أي ذنب، فعل أي معصية، يعزم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم يتوضى كويس، وبعد ما يتوضى كويس يصلي ركعتين تمام، ويستغفر ربنا بعد الركعتين ويدعيه ويتوب، خلاص الذنب يمحى إن شاء الله. ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له. عملت أي ذنب أي حاجة، اعزم على التوبة والاستغفار، قم اتوضأ كويس، صلي ركعتين، واجلس بعد الصلاة استغفر ربنا وادعيه وتوب إليه، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك. كذلك يستحب الوضوء يا جماعة عند الغضب. يعني الإنسان لما يغضب في حالة معينة يعمل إيه؟ يقوم يتوضى بسرعة، ده يستحب له الوضوء، فالوضوء يطفئ نار الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإن غضب أو فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. تاني، إن الغضب من الشيطان، الشيطان هو اللي بيسيطر عليك وبيخليك تغضب، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، لو أنت عندك نار بتطفيها إزاي؟ بالمية. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، كأن الغضب ده عبارة عن كتلة نارية تخرج من الجسد، أنا عايز أطفي الكتلة النارية دي، عايز أطفي النار دي، بطفيها بالمية، إن أنا أقوم أتوضى لله سبحانه وتعالى. بعد كده في حاجة عندنا اسمها نواقض الوضوء. إحنا كده خلصنا الأركان، السنن، المستحبات، وقلنا الذكر، وقلنا الوضوء إمتى بيكون واجب وإمتى بيكون مستحب. بعد كده في حاجة اسمها مبطلات الوضوء. إن أنا توضيت، وضوئي بينتقد إمتى وبيبطل إمتى؟ في حاجات لو حدثت للإنسان فالوضوء بتاعه ينتقد، وبالتالي لازم يعيد الوضوء من جديد. أول ناقض من نواقض الوضوء كل ما يخرج من السبيلين. أي حاجة بتخرج من السبيلين يا جماعة، القبل والدبر، بتنقض الوضوء، بتفسد الوضوء، زي البول وكل هذه الأمور. يبقى أول حاجة الإنسان متوضي، خرج منه ريح، خرج منه بول، خرج منه أي شيء من القبل أو الدبر، كده وضوء انتقد ولازم يعيد الوضوء من جديد. طيب الحاجات بقى اللي بتخرج من غير السبيلين، من بقية الجسد، إن أنا مثلا إيدي اتجرحت فخرج دم، خروج الدم، القيح، الصديد، الحاجات دي كلها من غير السبيلين، دي بقى اللي فيها خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الدم لو خرج من الجسم وسال على رأس الجرح ينقض الوضوء، لقول النبي الوضوء من كل دم سائل. يعني أنا دلوقتي متوضي وبعدين عايز أصلي الظهر،
فإيدي خبطت في الترابيزة دي، فالجلد عندي قشر والدم بدأ ينزل يسيل. مجرد ان الجلد قشر والدم بدأ يسيل يبقى كده وضوء انتقض عن المذهب الحنفي. بس ابو حنيفة اشترط الإسالة، السيلان، ان الدم يسيل ينزل من المكان بتاعه. لكن لو انا ايديا مثلا خبطت والجلد قشر بس الدم ظاهره قدامي انا شايفه لكن الدم ما سالش، يبقى كده وضوء صحيح على المذهب الحنفي. ابو حنيفه اشترط السيلان، يعني خروج الدم من موضعه الى موضع اخر. عندنا بعض الفقهاء بقى زي الساده الشافعيه والساده المالكيه تساهلوا في هذا الامر وقالوا لا، خروج الدم لا ينقض الوضوء. قالوا لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وخرج منه الدم وكان متوضي وما عادش الوضوء من تاني. فهنا خروج الدم على المذهب الحنفي من الجسد ينقض الوضوء، على المذهب الشافعي والمالكي لا ينقض الوضوء. طب احنا نعمل ايه؟ الاولى بقدر الامكان لو انا تيسر لي ان انا اخرج من الخلاف واتوضى يبقى خير وبركه. ما تيسرش لي ان انا بره في الشغل او في الشارع وداية جرحت وانا متوضي وما فيش مكان اتوضى فيه، يبقى ما فيش مانع في الحاله دي ان انا اخذ بالمذهب الشافعي والمذهب المالكي من باب التيسير. طيب، من الاشياء التي تنقض الوضوء ايضا النوم. انا متوضي ونمت، هنا النوم بينقض الوضوء ولا لا؟ النوم يا جماعه في اصل ذاته ليس حدثا، يعني النوم مش حدث، انما النوم ليه بينقض الوضوء؟ قال باعتبار ان بتخرج فيه اشياء من الجسد هي اللي بتنقض الوضوء، لان الانسان لما بينام المفاصل بتاعته بتسترخي فبيكون عرضه لخروج ريح او خروج اي شيء من جسده دون شعور، فبالتالي النوم ينقض الوضوء. بس النوم اللي هو ان هو النوم العميق المستغرق، ان انسان نايم ومش حاسس بحد جنبيه خلاص. طب انسان كده يعني نايم نص نومه يعني كده وحاسس بدوشه حواليه وحاسس بالكلام بس هو بس مرهق شويه، يبقى ده لا ينقض الوضوء لانه لسه عنده ادراك، لسه عنده ادراك. لكن انسان نايم وما عندوش اي ادراك والناس بتتكلم حواليه وهو مش سامع مش عارف بيقولوا ايه، فخلاص ده اول ما يقوم يتوضا من جديد. بعض الفقهاء قالوا نوم الانسان الممكن نفسه من الارض لا ينقض الوضوء. يعني انسان قاعد زي ما انا قاعد كده على الكرسي مثلا في العربيه او في ميكروباص مسافر متوضي وقاعد ممكن نفسه قوي وبعدين نام وبعد شويه صحي، البعض قال ان هذا النوم لا ينقض الوضوء لانه ممكن نفسه بالتالي ما فيش حاجه هتخرج منه. لكن بقدر الامكان ناخذ بالاحتياط في هذه الامور لان دي عباده عشان بس الصلاه تكون صحيحه على اكبر قدر ممكن، لان حتى ممكن الانسان يكون قاعد ممكن نفسه قوي وممكن برضه حاجه تخرج منه بسبب الاكل بتاعنا او بسبب مثلا تعب في المعده او كذا الى اخره، فناخذ بالاحتياط قدر الامكان. يبقى كده خروج الشيء من السبيلين ينقض الوضوء، خروج الدم من الجسد ينقض الوضوء على المذهب الحنفي، النوم العميق ينقض الوضوء. بعد كده فيها من الحاجات برضو المختلف فيها لمس المرأة. لمس المرأة يعني لو أنا متوضي وسلمت على زوجتي، على المذهب الحنفي لمس المرأة لا ينقض الوضوء. على المذهب الشافعي قال لا، لمس المرأة بينقض الوضوء. وكذلك المرأة إذا لمست جوزها وكانت متوضية تعيد الوضوء على المذهب الشافعي، وعلى المذهب الحنفي لا تعيد الوضوء. وهنا السادة الشافعية استدلوا بقول الله تعالى أو لامستم النساء، لو لمستم النساء لازم تتوضوا. الإمام الشافعي قال لا، الإمام أبو حنيفة قال لا، أو لامستم النساء، اللمس هنا المراد به الجماع تمام، لكن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. يبقى لمس المرأة بعض الفقهاء قالوا لا ينقض الوضوء كالسادة الحنفية، والبعض الآخر قال ينقض كالسادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا من الأشياء المختلف في نقضها للوضوء، تنقض الوضوء ولا لا تنقض، مس العورة. إنسان متوضي أو اغتسل وبعد ما اغتسل وبيلبس هدوم مس عورته، هل هنا مس العورة ينقض الوضوء؟ كذلك عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا ينقض الوضوء، وعلى المذهب الشافعي مس العورة ينقض الوضوء.
وبقدر الامكان في هذه الحالات نحاول ان احنا نحتاط بقدر الامكان. طب الست اللي في البيت اللي بتغير لابنها وايديها بتيجي على العوره بتاعته، مفيش مشكله، وضوءها صحيح على المذهب الحنفي. طب ايديها جت في النجاسه بتغير للولد، في ايديها جت في البول بتاع الولد، هل هنا تعيد الوضوء عشان ايديها جت على النجاسه؟ لا، ممسه النجاسه يا جماعه لا تنقض الوضوء. يعني لو انا متوضي وايديا جت عليها نجاسه، وضوء صحيح 100%، كل اللي انا اعمله ان انا بس اغسل ايديا واطهر ايديا من النجاسه. لكن ان وضوء ينتقد لمجرد ان ايديا جت عليها نجاسه، لا. فانا دلوقتي متوضي وانا بعد ما توضيت ايديا جاء عليها دم مثلا، او جاء عليها بول او خمر او كذا، هل ارجع اعيد الوضوء؟ لا، ما ارجعش اعيد الوضوء. كل اللي انا هعمله ان انا هطهر ايديا واغسل ايديا كويس. طيب، من الاشياء المختلف فيها برضو في الوضوء القهقهة بصوت عالي، الضحك بصوت عالي في الصلاة. يعني انا واقف في الصلاة ضحكت، ناس كتير احيانا بتضحك، فهنا حكم الضحك ده ايه؟ هنا الضحك في الصلاة على ثلاث مراتب او ثلاث انواع. اول نوع عندي اسمه التبسم. تبسم يعني ان انا واقف في الصلاة فتبسمت، يعني فتحت بقى كده دون صوت، مجرد تبسم كده، مجرد بسمة بسيطة. حكم البسمة في الصلاة ايه، او التبسم في الصلاة ايه؟ ما فيهاش حاجة، الصلاة صحيحة، ما فيش اي مشكلة، لكن ده مكروه بس عشان ده بيذهب الخشوع من القلب. النوع الثاني من انواع الضحك في الوضوء في الصلاة، الضحك بصوت منخفض، بحيث ان انا بس اللي اسمع نفسي، ان انا افتكرت حاجة، موقف معين، فضحكت بصوت، بس اللي جنبي هنا او هنا ما سمعنيش. فحكم الضحك بصوت ايه في الصلاة؟ يفسد الصلاة، اخرج من الصلاة وارجع عيد الصلاة تاني. ماشي. النوع الثالث من الضحك في الصلاة هو الضحك بصوت عالي، بصوت مرتفع، بحيث ان اللي جنبي هيسمعني. افتكرت موقف فضحكت بصوت لدرجة ان الشخص اللي جنبي سمعني، اول انت كنت بتضحك ليه وانت بتصلي؟ يبقى هنا في الحالة دي الصلاة بتاعتي فسدت. وهنا حصل خلاف بقى، هل الوضوء كمان يفسد؟ ابو حنيفة قال يفسد، لازم ارجع اعيد الوضوء من جديد. الامام الشافعي قال لا، القهقهة في الصلاة لا تفسد الوضوء انما تفسد الصلاة. ابو حنيفة قال لا، من باب الزجر ومن باب العقوبة، ولورود حديث في كده، ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعا. أبو حنيف قال لا، نرجع نعيد الوضوء تاني. يبقى القهقهة في الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة تفسد الوضوء أيضا ويعيد الوضوء من جديد، أما على مذهب الإمام الشافعي لا يعيد الوضوء. آخر حاجة في الوضوء مسألة بتعرض لبعض الناس، وهي مسألة الشك في الوضوء، ودي بتكون من تلبيسات الشيطان على الإنسان. ما هو الشيطان مش هيسيبك، الشيطان بيحاول يعرقل لك أي حاجة صح بتعملها، بيحاول يلبس عليك أي عبادة بتعملها، بيحاول يشككك. فممكن يشككك في الوضوء، انت توضيت كويس ولا ما توضيتش، انت متوضي ولا مش متوضي، انت كنت خارج من البيت متوضي، فهل انت لسه محافظ على الوضوء ولا لا. فاحنا هنا عندنا القاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين يعني الحاجة اللي أنا متأكد منها ما تشيلهاش لمجرد أنك أنت شكيت. فأنا دلوقتي خرجت من البيت عشان أجي هنا أقول لكم المحاضرة دي، خرجت من البيت وأنا في البيت متوضي، قلت عشان أروح أصلي هناك، أول ما جيت هنا بدأ الشيطان يوسوس لي أنك أنت مش متوضي، أو أنك أنت وضوءك انتقد، وأنا ما عنديش يقين أن وضوء انتقد، فبدأ يعمل لي وسوسة، أنت وضوءك فسد، عيد الوضوء أحسن لك، كذا 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 إلى آخره. هنا طبق القاعدة، اليقين يعني اليقين اللي عندي أن أنا متوضي لا يزول، ما تشيلهوش بالشك اللي الشيطان حطه في دماغك أو نفسك حدثتك به. اليقين لا يزول بالشك. فأنا لو أنت على يقين أنك أنت متوضي خليك متوضي، أنت متوضي، حتى لو الشيطان قال لك أنك أنت إيه ما توضيتش أو وضوءك انتقد، لا، اليقين لا يزول بالشك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو إنسان مثلا حصل له شك في الصلاة، أنا خرج مني ريح، بطني وجعاني، بطني عمالة تكركب، خرج مني ريح ما خرجش، وضوئي فسد ما فسدش، أخرج من الصلاة ما أخرجش، تعال شوف الحديث اللطيف ده
ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احد الناس شكى اليه: يا رسول الله، الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه. يعني سيدنا النبي واحد جه اشتكى له، قال له في احيانا الواحد بيخيل اليه، بيظن بيحصل له كده حاجه في دماغه ان في حاجه خرجت منه، ان في ريح مثلا خرج منه في الصلاه، انه وضوء انتقد وهو في الصلاه، بس انا مش متاكد، بس ده امر بيحدث لي، الشيطان بيحدثني بيه، نفسي بتحدثني بيه، اعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. ما تخرجش من الصلاه الا لو سمعت صوت حاجه خرجت منك او شممت ريح حاجه خرجت منك، غير كده يبقى ده شك، والشك لا يطرح، او الشك لا يزيل اليقين. اليقين عندك انك انت متوضي ومحافظ على الوضوء، ما تخليش الشك يسيطر عليك. وبالتالي بننصح اي حد تحصل له وسوسه وهو واقف في الصلاه، ان في حاجه خرجت منه، ان وضوء انتقد، ان كذا ان كذا، اطرح الشك ده من قلبك واعتمد على الله، صلاتك صحيحه، انت لسه محافظ على الوضوء، كمل صلاتك، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. كده احنا خلصنا احكام الوضوء، اتكلمنا عن اركان الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، مبطلات الوضوء. ونرجع كده في آخر المحاضرة نعيد عليهم كده بسرعة عشان نأكد على المعلومات بتاعتنا. أركان الوضوء، أهم 4 أركان عندنا: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، ونعمل الحاجات التانية. طيب نتوضى ازاي، او كيفيه الوضوء ازاي، ان احنا هنعمل الوضوء بقى بكل السنن والاركان وكل حاجه عشان ناخد الثواب. اول حاجه لما نيجي نتوضى يا جماعه، اول حاجه لازم نفكر فيها ان احنا نفتح الحنفيه على قدنا، ما نسرفش في استخدام الميه، زي ما قلنا ان من مكروهات الوضوء الاسراف في الماء، وانا عايز اخد اكبر قدر ممكن من الثواب في الوضوء، عايز ربنا يغفر لي والخطايا كلها تخرج من جسمي زي ما النبي قال لو انا احسنت الوضوء. فاول خطوه ان انا اركز ان انا ما اسرفش في استخدام الوضوء، استخدم الميه اللي تكفيني على قدي دون اسراف. بعد كده انوي، نويت الطهاره لرفع الحدث، نويت الوضوء لرفع الحدث، نويت الوضوء لاستباحه الصلاه، نويت الوضوء، انوي، يعني يقصد قلبي فعل الشيء. انا هنا قلبي يتوجه ان انا هتوضع عشان الصلاه، دي اسمها النيه في القلب، النيه محلها القلب، ينفع اتلفظ بيها؟ ينفع، ما فيش اي مشكله، تاكيدا على ما في القلب، وخاصه للناس اللي عندهم وساوس. طيب فنويت، بعد كده ابدا اقول الذكر اللي سيدنا النبي قاله لسيدنا ابي هريره: اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله، فان حفاظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. اقول بسم الله والحمد لله. طب لو انا بتوضى في الحمام ينفع اقول الذكر؟ قال لي ينفع. ذكر ربنا يا جماعه مرتبط بحاجتين، مرتبط بستر العوره، ومرتبط بعدم النجاسه. إن أنا لو أنا كاشف عن عورتي ما أذكرش ربنا إجلالا وتعظيما وتوقيرا لله سبحانه وتعالى، ما أقولش ذكر ربنا، ما أذكرش ربنا وأنا كاشف عن عورتي. تاني حاجة، ما أذكرش ربنا في مكان فيه نجاسة. طيب الحمامات بتاعتنا الحمد لله دلوقتي أصبحت نظيفة وما فيهاش أي مشكلة، فلو الحمام بتاعي أنا متأكد إن ما فيهوش نجاسة ينفع أذكر ربنا سبحانه وتعالى، بس خروجا من الخلاف أذكره بصوت واطي في سري، أو بسم الله والحمد لله أو في سري، ماشي. طيب أنا في مكان مثلا محتاج أتوضى وفي حوالي نجاسة، يبقى أجري ذكر الله سبحانه وتعالى على قلبي، ما أقولوش بلساني. يبقى كده أنا بتوضى، أول حاجة بسم الله والحمد لله، بعد كده ببدأ أغسل إيدي 3 مرات وأخلل بين صوابعي، ولو في خاتم بحركه. بعد كده باخد ميه بتمضمض 3 مرات، اما ان انا باخد ميه مره واحده 3 مرات من كف واحد، او لكل مره ميه جديده، واحد واجيب ميه تاني، 2 3، احرك الميه في بقي كويس وبعد كده اخرجها. وبعد كده لو عندي سواك اتسوك زي ما قلنا، او ما عنديش سواك وانا بتمضمض بعمل صباعي في بقي، وبعد كده بستنشق اخرج الميه بايدي الشمال، وبعد كده باخد كف من ايدي بايديا واغسل وشي كويس قوي، من اول هنا لحد هنا، ومن اول هنا لحد هنا،
بين شحمتي الأذنين الحتة الطرية اللي الست بتحط فيها الحلق، ومن الجبهة سطح الجبهة لحد أسفل الدقن، ويستحب إن أنا أزود شوية لفوق وشوية لتحت، فأغسل كل عضو كويس أو كل جزء من الوش كويس. وقلنا لو الست حاطة الحجاب وتتوضى بره البيت تاخد شوية مية وتدخلهم تحت الحجاب عشان تغسل الحتة دي البيضة دي اللي هي بين الودن والشعر دي. بعد كده أعمل العملية دي كام؟ 3 مرات. بعد كده بغسل إيدي كلها لحد المرفقين، قلنا ده اسمه المرفق مش اسمه الكوع، الكوع العظمة دي اللي تحت الصباع ده، لكن ده اسمه المرفق، وأزود شوية كمان لتحت أو لفوق. ماشي، أغسل كل جزء من أجزاء الإيد وأتأكد إن المية وصلت لكل جزء من أجزاء الإيد 3 مرات. بعد كده بمسح راسي، لو مسحت بعض الشعر زي الشافعية ما قالوا صح، مسحت ربع الراس صح، بس يفضل إن أنا أمسح كل الراس، لأن مسح الراس عند الشافعية والحنفية سنة، فامسح كل الراس عشان أخد ثواب المسح كله. وبعد كده بمسح وداني تمام، وبعد كده بغسل رجلي من أطراف الأصابع لحد الكعبين وخلل بين الصوابع 3 مرات. كده أنا عملت الوضوء كما ينبغي. وبعد ما أخلص أتوجه كده إلى القبلة وأبدأ أدعي، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عشان ربنا يفتح لي أبواب الجنة 8. وأقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، زي ما سيدنا النبي قال إن الدعاء ده لم يترك شيئا. وبعد كده يعني يستحب إن أنا أصلي ركعتين، لو قدرت أصلي ركعتين كده. ده باختصار يا جماعة أحكام الوضوء وما يتعلق به. بقدر الإمكان نحافظ على الوضوء بتاعنا، نجدد الوضوء، واللي قلنا زي ما قلنا لو أنا متوضي من صلاة الظهر والعصر أذن وأنا لسه متوضي أجدد وضوءي أتوضى تاني، ده من المستحبات عشان ربنا هيكتب لي 10 حسنات. من المستحبات أيضا المحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. كده يبقى احنا خلصنا المقدمة الأولى للصلاة وهي الوضوء، وقلنا سيدنا النبي في أكثر من حديث بيوجهنا لإتمام وإحسان الوضوء وترتب الثواب الكبير على الإحسان في الوضوء أو إحسان الوضوء أو إتمام الوضوء، مش مجرد الوضوء. من توضأ فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إنك تتوضأ وتحسن الوضوء كويس، تعمل الوضوء بالصورة اللي احنا قلنا عليها بأركانه بسننه بمستحباته وتبتعد عن مكروهاته بقدر الإمكان، لما تتم الصورة دي يبقى أنت كده إن شاء الله عملت البداية صح، فالنهاية بتاعتك اللي هي الصلاة تكون صح، وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي حضرته كما ينبغي. فلا تصح النهايات إلا بتصحيح البدايات، ومن صحت بدايته صحت نهايته. فإذا عملنا الوضوء إن شاء الله بالطريقة الصحيحة اللي احنا شرحناها دي، يبقى كده إن شاء الله نأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا بين يديه سبحانه وتعالى. نقف هنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.